هنشرح بهذا المقطع آلية التخزين بهذا الجهاز. تخزين احنا عنا عدة وسائل، منه تخزين على الهارد ديسك، منه الطابعة. الطابعة من خلال كبس على هذا الزر الموجود بهون ومعرف على الطابعة، فبتلاقي الطابعة بشكل مباشر. الزر الثاني عنا زرين عنا هون، في عنا برينت تو هو بياخد صورة ثابتة مثل ما هي، بكون عنا فريز تلاقي ومضت بخلصت القصة، او اذا كان عنا سيني لوف تمام فبنكبس عليه فبياخد بيعمل تخزين للفيديو كامل على على هي عمل تك ثلاث تكات. وهي المهم لاقيون هدول الفيديوهات اللي خزنناهم بالريفيو، لاحظوا ياخذنا الفيديو كشكل فيلم والعادي بشكل صوره ثابته، فكل شيء فيديو بنلاقيه شكل فيلم، نكبس عليه هون بنلاقي عم يتحرك، شايف الفيديو لو كان في صوره كان طلعت صوره بشكل فيديو وبشكل واضح. طبعا انا حددت 3 ثواني من هي، فينا نطول هي المده التخزين. نرجع هون هي شو سيلكت، سيلكت ايمج، هون فينا على ان سيلكت ايمج اذا بدنا اياه، نرجع نكبس على هون اسكيب نطلع من الصوره. نرجع نحن هون ريفيو، هلا بدنا نحن نعمل كلوز ستدي هي للاوكي. بدنا نخزن على سي دي، طريقه تخزين على سي دي نروح نحن نروح لهون نختار مثلا هذا الدراسه عاملين عليها قياسه وبنقول له اكسبورت، بس لازم نحدد تيف ودايكوم هدول خيارين بنقول له ده اكسبورت. بس قبل ما نعمل اكسبورت نروح نجيب السي دي تبعنا وبنحطه بالجهاز، نتاكد انه البنات لبرا هيك بهالشكل، بعدين بنكبس عليه بفوت. هلا بنقول له اكسبورت للسي دي من خلال كبس على الضغط على زر انتر. يبلش ياخذ السي دي، ننتظر قليلا لحتى يتعرف على السي دي يعمل له تعريف. طبعا يظهر هون هون هاي هون فينا نعمل نخفي الدراسات القديمه، فينا ما نخفيها. هلا بلش لاحظوا بلش يتعرف عليه السي دي وياخده. طبعا في حدد عدة دراسات انا للتخزين على السي دي، هلا بشوف شلون عملية النسخ. حتى دائما عملية النسخ على السي دي بتاخذ وقت، فبقى طبعا بنخلص دراسة المرضى كلها وبنخزن على السي دي. لازم ننتبه انه احنا بعدها بنشتغل على البروف ونعمل له مسحه مشان هي اجراء وقائي مشان ما ينتزع البروف اللي عم نشتغل عليه نحن ابدا، وتضل العدسه شغاله بشكل جيد. هلا بلش ينسخ، لاحظوا هون عم يبلش ينسخ. طبعا عملية النسخ على السي دي هي عملية بدها تحتاج وقت لأن هي عاوزة حرق، فمشان هيك بتاخذ وقت. ونحن خصوصا نحن عاملينه انه ينسخ بنمط ال تي اف وال اي اف اي، يعني هدول بنقدر نقراهم على اي كمبيوتر، او بنمط الدايكوم اللي هو اذا قدرنا نرجع السي دي المريض فينا نقرا هذا السي دي عنا على الجهاز الايكو تبعنا. وفينا طبعا نعرف الجهاز ونوصله على محطه الدايكوم وننقل الصور من هون عن طريق الشبكه عن طريق عن طريق دايكوم. طلعوا السي دي، طلعوا لبرا، عملوا ايجكت لانه خلاص عمليه النسخ. هلا بينهي عمليه النسخ، بكون نحن جهاز السي دي جاهز لانه نقراه على اي كمبيوتر.